كانت تجربة جميلة من اللي قدموا لنا منشآت من طرق للتواصل مع الزملاء اللي موجودين من المحضر اللي كان يشرح لنا. كان شيء جبار، كان شيء كبير عظيم للطلاب. المعسكر الحقيقة كان مفيد جدا من ناحية عرض المشاريع والعمل عليها. بنينا علاقات، أثرينا المحتوى اللي عندنا من ناحية إدارية ومن ناحية تسويقية، في أمور أخرى تعلمناها من المعسكر خلال الفترة فيها. القيمة المضافة اللي قدمها المعسكر اللي هو توجيه المشاريع الناشئة والمتوسطة، والتنبيه على بعض النقاط اللي قد تغلط فيها المشاريع الصغيرة خصوصاً، ويكون في توجيه لهذه الأخطاء بحيث أنك تتجنبها وتبدأ بداية صحيحة. أعطاني طاقة أكثر من الطاقة اللي كنت عليها قبل، وكيف أني أقدر أطلع من مشروعي من فكرة إلى مشروع قابل للتنفيذ ودخول لسوق العمل. إحساس عظيم بما أن كان موجود أكثر من 60 فريق مشارك في المعسكر، بعد ما تأهلوا 24 فريق أخذنا المركز الأول، فإحساس عظيم جداً. الحمد لله كان في توقع بسيط ان نكون من الاوائل، بسبب ان احنا اشتغلنا على مشروعنا بفترات طويله وحطينا فيه جهدنا بشكل كامل، واستفدنا من المعسكر ان احنا ننظم هذا العمل ويطلع بالشكل المطلوب. ولكن قلت خلني اقلل التوقعات عشان اذا ما فزت اكون مستانس يعني، ولله الحمد يعني فزنا، كانت يعني فرحة جميلة جدا. إن شاء الله راح نستمر بتطوير المشروع، إن شاء الله أن نطلع بشيء تفتخر فيه المنطقة بإذن الله. بنحاول أن احنا نستثمر الجائزة في تطوير العمل، وبحيث أن احنا نوصل لشريحة عملاء أكثر ونخدم عملائنا بأمور تفيدهم في مشروعنا. طبعا الخطوة اللي هي استثمار المبلغ في للمشروع وبداية الانطلاق في الحملات الترويجية والبدء في الترويج والبيع.